نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا الخاصة وتغطيتنا الخاصة لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي. حاليا نتواجد معاكم في مباراة كرة القدم للصالات للرجال. خلكم معنا بعد الفاصل نشاهد معاكم أحداث جديدة، تابعونا. شهدت الدورة الرياضية الثانية للاتحاد الرياضي المدرسي على العديد من المشاهد والروح الرياضية الشبابية الجميلة في مباريات دور كرة قدم الصالات للرجال. أقيمت مباريات الدورة الرياضية للاتحاد الرياضي المدرسي على ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث واجه فريق الجامعات الأسترالية نظيره فريق كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، وانتهت المباراة بفوز فريق الجامعات الأسترالية بعد أن وضع الفريق الفوز نصب أعينهم لتعويض خسارتهم السابقة. هذا بالإضافة إلى خوض جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا مباراتها مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا. كانت مباراة حاسمة بين الفريقين، ولكن الفوز كان من نصيب الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا. كانت تلك أجمل مباريات كرة قدم الصالات للرجال للدورة الرياضية للاتحاد الرياضي المدرسي، ولكن لمن ستكون الصدارة؟ طبعا احنا بالجامعه عندنا مجموعه مدربين مختصين بكل لعبه سواء كان للطلبه او للطالبات. بدايه كل فصل دراسي نقيم تدريبات يكون فيها انضمام للطلبه الجدد او ما يسمى بالتراي اوتس كل فصل دراسي، ويشوفون المدربين اللاعبين اللي عندهم القدره انهم يشاركون بالالعاب المختلفه، وعلى هالاساس احنا نختار اللاعبين. والله يعني احنا التجهيزات الحين مستمره، انزين بطوله ورا بطوله ولعبه ورا لعبه، فان شاء الله يعني شبابنا قادرين انه يؤدون اداء طيب ان شاء الله بهالمباراه. احنا الحين بمرحله المجموعات، باجينا ان شاء الله اخر مباراه المباراه الجايه، وان شاء الله نتاهل للادوار نصف النهائي والنهائي ان شاء الله. والله ان شاء الله مستعدين لها. اكاديميه سعد العبد الله على قولتهم خصم نحبه، هذه ثالث مشاركه ورابع مشاركه لنا، وسبحانك يا رب دائما نتواجه مع سعد العبد الله. اخرتها مباراه نصف النهائي السنه اللي فاتت اللي وصلنا فيها للنهائي، فان شاء الله يعني ندري ان مباراه حلوه راح تكون، والامانه الهدف من المشاركه من البطوله هذه ان احنا كلنا نستانس ونلعب كره. والله ان شاء الله يعني اقول لك احنا جايين ما نشوف الا نفوز، بس ان شاء الله جايين نفوز، ومتوقع ان المباراه ما راح تكون سهله. الخصم ند قوي على قولتهم ويستاهلون، الفريق الفايز يستاهلها. للأمانة احنا الجدول بالضبط انا مو حافظه، بس اتوقع عندنا لعبه بعد باقيه، ما ادري الأمانة منو راح نباري. كل مباراه قاعد نستعد لها يعني اول باول، مباراه بمباراه، وهذا تكتيك من المدرب على قولتهم. ما ندري من المجموعات، ما ندري من الفرق، قبل لا نلعب المباراه بثلاث ايام ندري من الفريق التطبيقي، لان احنا قاعد اقول لك ثلاث سنين على التوالي، ثلاث سنين نهائيات تطبيقي والكليه الاستراليه انذاك، والتطبيقي والجامعه الاستراليه حاليا. اليوم مباراة ان شاء الله ما راح تكون صعبة، لان احنا خسرنا المباراة الاولى فلازم نعوض هالمباراة، وان شاء الله الشباب فيهم خير وبركة يعني ان شاء الله. طبعا صار لنا فترة احنا منتظمين التمرينات سواء قبل رمضان بعد رمضان، وان شاء الله اليوم بين التمارين ان شاء الله. والله شوي الوقت طبعا طبيعي انه راح يختلف سواء قبل الفطور بعد الفطور، الفطور يكون نص اليوم، فان شاء الله ان شاء الله ما يأثر علينا وايد اليوم ان شاء الله. لا اوقاتنا كانت كافية ان شاء الله بالتدريبات، وإن شاء الله التدريبات هذه تثبت معنا بالبطولة هذه أو البطولة الثانية. والله كنا مجهزين حق المباراة وحضرنا، والشباب فيهم خير وبركة، بس الفريق اللي ضدنا انسحب. سبب انسحاب والله ما أدري. والله التجهيزات كلها ماشية تمام، إن شاء الله اليوم في تمرين بعد، ومباراة صعبة والله. We'll be right back.
والله تمرنا وحاولنا نجهز حق المباراة، لأن هي مباراة فاصلة، يا يعني نفوز نتأهل يا يعني نخسر ونطيح. والله سوء حظ ولاعبين يومهم كان توا أول يوم برمضان، ثاني يوم برمضان، مو متعودين، إن شاء الله اليوم نعوض. الحمد لله كل شيء جاهزين، لاعبين اليوم كلنا موجودين، واللعبة الأولى كان هم فينيكس، اليوم كلنا موجودين، فإن شاء الله أمورنا تمام. مباراة باستن إن شاء الله مجهزين لها، صار لنا تقريبا 3 أيام من بعد جيمنا الأول، وإن شاء الله شباب فيهم خير وبركة وتمرين خير إن شاء الله باكر. انسحاب الفريق يمكن فريقهم مجهزة وما عندهم فريق، ما عندي علم والله. مباراة صعبة بين جامعة استرالية وجامعة وكلية سعد عبد الله، إن شاء الله أن يقدمون مباراة تليق بمستوى الجمهور. بالبداية أنا حاب أشكر الاتحاد المدرسي على الجهد الجبار اللي قاعد نشوفه حالياً وبالبطولات كلها عامة وكل الألعاب. بداية ودنا نسولف عن تجهيزاتنا، تجهيزاتنا طبعاً احنا بلشنا فيها من شهر 1 تقريباً. بدايتنا كانت ما راح نقول ان هي يعني ما راح نقول ان هي صعبة، بس خسارة كانت 2-0، بس ان شاء الله عندنا مباراتين جايين اللي هي مباراة اليوم. طبعاً احنا نشوف المنافس ونحترم المنافس احترام شديد، فاحنا نقدر نشوف ان المباراة هذه 50-50. المباراة الجاية ان شاء الله راح تكون ضد الجامعة الكلية الكندية، عفوا الكلية الكندية، مثل ما قلت لك ورد ابلغك فيها، اللي هي احنا نشوف كل الفرق سواسية، سواء شنو مستوياتها، المستويات دائما تكون 50-50، هذا الاحترام كرة القدم ولازم ان ينطبق علينا كلنا احنا كفرق. حاليا والله انا عشان اكون صريح وياك، انا ما تابعت كل الفرق، ولكن صدى الفرق قاعد ينسمع حاليا. صراحة التطبيقي، فريق التطبيقي جدا جميل، عندهم لاعبين ممتازين، عندهم لاعبين مهاريين جدا، تقدر تشوفهم أتوقع يعني مستقبليا بالنوادي، فهذيلا هم أفضل منافس أنا هذا اللي أشوفه يعني. بإذن الله كافية إن شاء الله، بعد المباراة أقدر أرد عليك في الجواب هذا بإذن الله. نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا الخاصة وتغطيتنا الخاصة لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي، واللي تضم عدد من الفعاليات والنشاطات والمسابقات الرياضية. خلوكم معنا بعد الفاصل نشاهد معكم أحداث جديدة، تابعونا.